قاعد كثير في الرياض عندنا ومؤنسنا هنا، بتفكر تنقل السعودية؟ انا عايز اقول لك انا مش الموضوع ان انت بتنتقل من القاهره للسعوديه هو موضوع نقل، بس انا بحس ان انا ما خرجتش من مصر ولا ده بيتي برضو. والله شيء حلو. انا عايز اقول لك على حاجه والله، ان احنا واحنا بنصور في الشارع لما بنقابل اي حد انت عارفه بيقولوا لنا اتفضل تعالى في البيت، اي بيت في الرياض هو بيتك. هذا شيء حلو، متخيله الضيافه السعوديه؟ طبعا طبعا، عشان كده انا دايما بقول والله ونستناكم في مصر عشان نرد الكرم والحفاوه دي، لان احنا في الاخر احنا واحد سواء هنا او سواء هنا، انا بحس ان انا في بلدي برضو. وربنا يديم علينا يا رب. آمين يا رب. الامن والاستقرار والنجاح يا رب، ونجاح السعوديه هو نجاح لينا، نجاح لمصر. تسلم. والعكس. والله كلامك مره حلو. هو ده مش كلام للدعايه بس، هي دي الحقيقه واحد. فعلا يعني احنا صحيح. مفيش اختلافات في الطباع في العادات في التقاليد في كل حاجه، احنا اهل طبعا مليون في المية، وربنا يديمها يا رب. تسلم. شكرا. أنا شكرا جدا. نورتنا الليله ونشوفك على خير. تسلمي وتعيشي، كل سنه وانتم طيبين جميعا يا رب. ميرسي جدا. شكرا شكرا.